تعال امسك مية مية. أيوة مبروك فوق فوق والله ما ينوم. هي صباحية لرفاق وكل المحاور بالأمس قد وعدناكم، قد قلنا الميليشيا الكاف السرير مقرور لم يتحرك شبر غربا من الملح، ولكن في من كانوا يكذبوننا، ولكن رجالي بأفعالها هذه هي الوعد الذي قطعناه بالأمس بمدرة. بالأمس بعد صلاة المغرب معركة غدينا عليهم ودمرنا مدراتهم وولوا حاربينا حيث أتوا، وفي من لا يصدق ده أمرة حليمة المشهورة وده دارفور الثانوية. ولكم منا جميعا نحن لم نتكلم بأي ولكن الله أكبر قدام بس قدام بس الله أكبر قدام قدام بس والله لا تستريكم يا شباب حقيقة الله أكبر. يعني نحن يعني سعيدين جدا لشبابنا، وبالفعل أنا ما بتكلم كثير زي ما قلت، أما الرجال ها بالفعل ها لا تتكلم، أنا أمس كلام بالأمس قلت ونحن قايدين نحن قايدين ما مشينا للزور، لكن يا حب دين